طبعا كصورة عامة مثل ما ذكرت يعني 2011 كانت سنة صعبة، سنة صعبة من ناحية استثمار طبعا دوليا، يعني الأسواق كلها كانت عندها مشاكل كثيرة. بالنسبة حق ممتلكات لا يعني الحمد لله طبعا تأثرنا مثل طبعا أي شركة ثانية موجودة كاستثمار، بس الحمد لله التأثير كان تأثير قليل، لأنه وخاصة بالنسبة حق الأسواق العالمية، لأن احنا ممتلكات يعني من البداية كنا مركزين أكثر على أسواق البحرين، على الاقتصاد البحريني. الأحداث اللي صارت يعني طبعا بالنسبة حق الإقليمية، إذا أشوف شركاتنا كلها طبعا الحمد لله يعني كل الشركات كان أدائهم يعني استمر أداء الحمد لله كان قوي. طبعا كشركة طيران الخليج تأثرت، لأن يعني بالنسبة حق احنا طيران الخليج شبكة الشرق الأوسط عندنا أقوى شبكة في المنطقة، فاللي صار طبعا صار في نوع من السلو داون في الترافيك طبعا في المنطقة ككل، فتأثرت مبيعاتنا. بس يعني احنا نشوف انا بالعكس يعني الربع الأخير من 2011 بدأنا نشوف تحسن، ونتأمل ان سنة 2012 بتكون ان شاء الله سنة احسن. بصرف النظر عن طيران الخليج يا سيد طلال، الشركات الاخرى التابعه للممتلكات والغير متواجده في البحرين، كيف كان ادائها خلال العام الماضي 2011، وكيف تنظر لافق ادائها في العام 2012؟ لا احنا طبعا يعني مثل ما ذكرت يعني الشركات عموما يعني الحمد لله كان ادائهم طيب في خلال 2011، يعني مثلا شركاتنا مثل اذا اخذ مثلا شركه البا مثلا، بالعكس يعني المبيعات زادت في 2011، الربحيه زادت. شركة مطار البحرين مثلا طبعا في البداية سنة 2011 صار في تأثير على الحركة في المطار، بس الحمد لله يعني شفنا الحركة رجعت مرة ثانية، وقاعدين نشوف يعني نشوف تحسن في 2012. نتائج الشركات، نتائج ممتلكات البحرين القبضة وهي الذراع الاستثماري للحكومة البحرينية عن العام 2011 قياسا بالعام 2010، ما هي المؤشرات الخاصة بالنتائج؟ بالنسبة حق 2011؟ 2011 لا الحمد لله يعني بتكون كممتلكات بتكون نتائجنا الحمد لله زينة، بنكون تقريبا مثل يعني نتائج 2010، نتأمل أن في 2012 بتكون إن شاء الله سنة أحسن. كيف كانت نتائج 2010؟ 2010 لا 2010 الحمد لله كانت يعني النتائج حسب اللي احنا كنا متوقعينها. أقصد الرقم يعني لو نذكر السادة المشاهدين برقم الدخل أو أرباح ممتلكات. طيب ما هو التوجه الاستثماري سيد طلال لممتلكات البحرين القبضة خلال العام 2012؟ احنا طبعا كشركة استثمارية طبعا كشركة ممتلكات بنظل تركيزنا على الاقتصاد البحريني، لأن احنا بالنسبة لنا نشوف أن في فرص بتكون يعني بنقدر نستفيد منها من ناحية اقتصادية، وفي نفس الوقت يعني طبعا احنا كشركة ممتلكات واجبنا ان نكون من الشركات اللي تساهم في الاقتصاد الوطني. بالنسبة حق الاستثمارات الخارجية طبعا احنا عندنا خطة للاستثمار الخارجي وقاعدين نطبقها، وطبعا يعني احنا يعني نظرتنا الاستثمارية نظرة طويلة الأجل، يعني فاحنا ما نتأثر الاستراتيجية مالتنا ما تتأثر بأمور تصير يعني في فترات قصيرة، فما نغير الاستراتيجية على هاي، عندنا أسيت ألوكيشن ومركزين على الأسيت ألوكيشن تبعنا. طيب التوزيع الأصول للممتلكات يعني في قطاعات من الممكن تكون جاذبة أكثر؟ احنا في الوقت الحاضر بالنسبة حق الاستثمارات الخارجية تركيزنا على الاستثمارات اللي فيها سيولة. وطبعا وسبب ان احنا مركزين على هاي الاستثمارات لان نبغي ان نضيف يعني تنويع في الاستثمار، فيعني فاحنا داخلين يعني في استثمارات في الاسواق الاسهم في السندات وصناديق التحوط وهي، فعندنا يعني طبعا على حسب الاسيت الوكيشن تبعنا. هل تنظر بتفاؤل سيد طلال للعام 2012 اقتصاديا على المستوى العالمي؟ اقصد يعني تجاوز الازمه الاوروبيه نوعا ما، انتعاش نسبي في الاقتصاد الامريكي، هل تعتقد ان العام 2012 ممكن ان نشهد بدايه تعافي حقيقي؟ والله يعني طبعا يعني نظرتي الخاصه ان الاقتصاد الامريكي بنشوف فيه تحسن في 2012، الاقتصاد الاوروبي بيكون للحين فيه طبعا تشالنجز بتكون موجوده.
احنا بعد في يعني لنا نظره ان طبعا في الاسواق الاميرجنج ماركتس، يعني هاي الاسواق اللي نتوقع ان الجروث فيها بيكون اعلى من الاسواق الديفلوب. طيب بخصوص البحرين، هل تعتقدون انها تجاوزت تداعيات التوتر السياسي الذي حدث في العام 2011؟ الركود الاقتصادي ممكن ان يعني يتلاشى خلال العام القادم؟ والله يعني احنا اللي نشوفه انه بالعكس، انه يعني في الاستقرار الحمد لله، يعني بدنا نشوفه في البحرين. طبعا في قضايا يعني وانا متاكد انها بتنحل ان شاء الله في باسرع وقت ممكن، وطبعا في يعني توجهات القياده، يعني جلاله الملك الاصلاحات اللي قاعد يطبقها في الوقت الحاضر، وخاصه بالنسبه حق اخر خطاب حق جلاله الملك بالنسبه حق البرلمان، صلاحيات البرلمان، هاي كلها خطوات بتكون ايجابيه حق البحرين. طيب سيد طلال، هناك دائما دعوات توجه للحكومة البحرينية وطبعا الرؤساء شركة ممتلكات باعتبارها المالكة للشركات الحكومية بأن تتخلى عن ملكية بعض الشركات وأن تطرح في اكتتاب عام، تدرج في البورصة، تزيد من نشاط البورصة البحرينية. يعني هل بالفعل ممتلكات من الممكن أن تتخذ خطوات مشابهة، أن تطرح مزيد من الشركات التابعة في اكتتابات أو تخصيص هذه الشركات؟ دائما احنا هاي الاشياء دائما يعني ننظر لها، واحنا بديناها طبعا بشركه البا لما طرحنا 10% من الشركه في السوق البورصه المحلي. طبعا احنا الخطه مالتنا وهي توجيهات القياده ان كل الاستثمارات اللي احنا داخلين فيها وخاصه الاستثمارات الغويه ان لازم نشارك الشعب فيها. فاحنا طبعا كممتلكات طبعا سبب وجودنا، من اهم اسباب وجودنا هو زياده الولث تبع البحرين وتبع شعب البحرين. فبالتالي ان بدل ما ننتظر الى سنوات طويله ان الشعب يستفيد، ان نبغيهم يستفيدون اليوم ويكونوا يشاركوننا في هذه الاستثمارات. ولكن سيد طلال، يقولون ان ممتلكات لا ترغب في التخلي عن شركات رابحه. يعني طرحنا 10% من واحدة من أحسن الشركات اللي عندنا هي ألبا. 10% نسبة قليلة. لا بس 10% من قيمة ألبا تعتبر حصة لا بأس فيها كبداية، بس إن في عندنا طبعا خطط مستقبلية إن شاء الله. أخيرا، هل هناك شركات من الممكن أن ننظر يعني على الليست الخاصة بأن تقوم الحكومة البحرينية بطرح جزء منها للجمهور؟ احنا دائما ندرس هذا الموضوع، بس هل ان في شركة معينة اليوم ناويين نطرحها؟ لا.